لنتابع كيف يتم إفراغ المياه من الحفر الصغيرة الخاصة بلعبة الجولف. بإمكانكم أن تشاهدوا هنا كيف يتم الطرق على هذا البلاط المطاطي حتى يصبح متناسقاً وجميلاً. شاهدوا هنا هذه الرافعة وكيف تقوم برفع هذه الآلة التي تقوم بتكسير هذا السقف تمهيداً لهدمه. لنتابع هنا كيف يتم إدخال هذا العجل المطاطي حتى يتم قصه بهذه الطريقة. ما رأيكم هنا بهذه الأداة التي تقوم بتجميع الأشياء الساقطة على الأرض والتي تتداخل بها بهذه الطريقة فيتم رفعها ووضعها في هذه السلة. لنتابع عملية توزيع هذه المادة على هذه الأرضية وتغطيتها. ما رأيكم بما يتم استخدامه هنا لإغلاق هذه النتوءات بين الحائط والجرانيت؟ بإمكانكم التركيز على هذه الطائرة وكيف لمروحاتها ألا تتلاقى أبداً وهي تدور بسرعة. بإمكانكم أن تتابعوا هذه القطعة والتي يتم وضعها لسيارات الشرطة حتى تقوم بكبح جماح سرعة السائقين أثناء هروبهم من الشرطة. بإمكانكم أن تشاهدوا هنا هذه الآلة وكيف تقوم بلي هذا المعدن الرقيق. ركزوا على هذه القطعة التي تقوم بضخ الماء وتجعلك تستمتع بالاستحمام وهي تضخ الماء بهذا الشكل. لنتابع هنا هذا المنشار القوي وكيف يقوم بقص هذه القطعة العملاقة من الخشب. هنا يتم سد هذه الثقوب الموجودة بالجيبس بواسطة هذه الأداة. ما رأيكم بهذه الآلة التي تقوم بعمل رسومات جميلة على الحائط؟ كما ترون أمامكم هذا المكبس أو هذا القاطع يقوم بتكسير هذه الصخور حتى يقوم بتقطيعها. لنشاهد هنا كيف يتم تنظيف هذا المكان وبواسطة هذه القطعة ينزل الماء المتسخ إلى هذه العبوة. لنشاهد هنا كيف لهذه الآلة أن تقوم بكي هذا القميص وجعله مثاليا كما ترون. لنشاهد هذه العجلة التي تمر بها فتحة يتم بها إنزال الطعام لتأكل هذه الحيوانات بمجموعات. لنشاهد هنا كيف يتم تنظيف هذا الصفيح الساخن وإنزال هذه المادة عليه لتصبح نودلز. ما رأيكم هنا بهذه الأداة التي تقوم بصباغة الصحون؟ لنشاهد هنا عملية تغليف هذا العشب وكيف يلف بهذه الطريقة كما ترون. لنشاهد هذه السمكة المسكينة والتي دخلت إلى هذه الآلة الخاصة بالتدمير وكيف ستصبح لحما ممزقا. تابعوا هنا آلة تجسيس الحائط وقصارتها كيف يوضع بها الإسمنت لتقوم بعملية التجسيس. بطريقة إبداعية يتم وضع العصا في هذه الآلة لتتحول إلى عصا خشبية صغيرة ويتم تقشيرها. هنا يتم حلاقة صوف هذا الحيوان. من الجميل جدا مشاهدة هذه القطاعة وهي تقوم بتقطيع هذا الخضار. لنشاهد هنا هذه الآلة القوية وكيف تقوم بتعديل هذه القطعة المنثنية من الحديد. هنا يتم طباعة الرقم 9 على ظهر هذا الخروف. لنتابع عملية تسليم هذا المنشار الكبير.
لنتابع هنا كيف يتم سد هذه الثقوب في الجيبس بحركة جميلة. لنشاهد هنا كيف يتم إنزال البلاستيك على هذا المكبس لصناعة الحقيبة الخاصة بالعدة. ما رأيكم هنا بهذا الشاب وهو يقوم بتوزيع مادة الإيبوكسي على الأرض؟ لنشاهد باستخدام الليزر كيف يتم طباعة هذا الشعار باحترافية عالية. بإمكانكم رؤية هذه القطع والتي تقوم عند تمريرها بقسم قطعة الخشب إلى نصفين. لنشاهد هنا كيف توضع العلامات أو الطوابع على التفاح. هنا يتم صناعة كوب ورقي بشكل جميل. شاهدوا. هنا يمكنكم أن تتابعوا هذه الآلة التي تقوم بثني القطع الحديدية لعمل مشابك بهذا الشكل. هنا يمكنكم أن تتابعوا كيف يتم خياطة هذه الحقيبة الجلدية. يبدو شكلها رائعا، أليس كذلك؟ هنا تابعوا كيف يقوم هذا العامل بتقشير حبة الأناناس، ومن ثم يقوم بإزالة البثور الموجودة على الحبة. لنتابع هذا الإبداع. يمكنكم أن تشاهدوا هنا كيف يتم عمل الأرغفة ولكن بطريقة آلية، إذ يتم وضع العجين على هذا الصفيح الساخن ومن ثم يتم إزالته بعد ذلك. لنتابع هذه الآلة العملاقة والرائعة كيف تقوم بقص الأشجار بطريقة قوية بواسطة الآلة التي بالمقدمة. هذه الآلة الرائعة تقوم بتقطيع النحاس وعمل صفات منه كقوالب بهذا الشكل. لنتابع هنا كيف يتم عمل رغيف التورتيلا، إذ تنزل قطعة العجين فتخبز مباشرة كما ترون. لنتابع هنا هذه العربة وكيف تسير على هذا الثلج الكثيف. لنتابع هنا كيف يتم حد هذه الشوكات الصغيرة وعمل الفراغات بينها.